أعزائي طلبة وطلبات الشهادة الإعدادية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل مع بعض اللي كنا بدأناه في المنهج، وإزاي نشوف إيه اللي بيقابلنا من صعوبات وإن شاء الله نحاول نحلها. اتكلمنا في اليونتات الأولى، وكانت يونت 1 و 2، عن بعض الحاجات المتعلقة باليونت، وإزاي أصلا نقدر نحصل على الكلمات من خلال التايتل، العنوان الموجود في كل وحدة. وقلنا إن كل وحدة أصلا ليها كلماتها المتعلقة بيها، اللي انت ان شاء الله ممكن تستنتجها من خلال العنوان نفسه. وطبعا مش هنقول كل الكلمات هتقدر تستنتجها، لكن معظم الكلمات المتعلقة بالمنهج اللي هترتبط معاك في خلال اليونت. وصلنا في النهاية في المرة السابقة نهاية الوحدة الثانية، وعملنا بعض التمرينات والتدريبات اللي ممكن تفيد ان شاء الله في حل بعض المشكلات، سواء كانت الديالوج او السيتويشنز او خلافه في هذه الأسئلة. ان شاء الله هنكمل مع بعض منهجنا ونشوف اي حاجة تقابلنا ازاي نتغلب عليها بسهولة. النهاردة ان شاء الله هنشرح يونت 3 اللي هي عنوانها، تعالوا نشوف مع بعض يونت 3 with the title of festivals and special days، اللي هي مهرجانات وايام خاصة. كل دولة لها احتفالات خاصة بها، بتحاول من خلالها تعرف ايه الحاجات والمميزات الموجودة في هذه الدولة. هنشوف دلوقتي من خلال النصوص والتكست الموجود عندنا كل دولة بتحتفل ازاي وتعمل مهرجانات بشكل مميز عن التاني. تعالوا نشوف التكست بتاعنا ونعرف ايه الموضوع. Spring Festivals، مهرجانات الربيع. Spring is celebrated in different ways all over the world. It's a very special time of the year. In Egypt, شم النسيم was first held to celebrate the start of spring nearly 4,000 years ago. In Japan, people celebrate when small flowers first appear on thousands of trees across the country. People go outside and have picnics under the trees with their friends and family. In large town of Vinica, in Bosnia, people have a festival of eggs in spring. Hundreds of eggs are cooked in a big pan for breakfast, and these are given to all the people of the town for free. In Australia, the start of spring is celebrated in September. In the city of Canberra, there is a month-long flower festival to celebrate spring. You can see about a million beautiful flowers in the city's main park, and you can also listen to music. Why do so many countries celebrate spring? The flowers and eggs all represent the new life that we can start to enjoy after the winter months have ended. من خلال النص اللي قريناه دوا هنبدأ نحلل مع بعض الجرامر المتواجد معانا والمين فوكابلري الكلمات الأساسية، الإكسبريشنز التعبيرات، بريبوزيشنز حروف الجر، وهنعرف كمان الفيستيفالز المهرجانات دي بيتم الاحتفال بها ازاي. فصل الربيع بيتم الاحتفال به بطرق مختلفة في كل أنحاء العالم، فهو وقت مميز في السنة. في مصر مثلا شم النسيم كان أول مرة يعقد ويحتفل به فصل ربيع كان من حوالي 4000 سنة. لو لاحظنا إن جابان في اليابان الناس هناك بتحتفل لما يبدأ الورد يظهر على آلاف الأشجار في أنحاء الدولة كلها. الناس تبدأ تخرج تعمل نزهة خلوية تحت الأشجار مع أصحابهم ومع عائلاتهم. في مدينة زي زينيكا أو زينيتسا، ودي موجودة في البوسنة، الناس هناك بتحتفل بفصل الربيع وبيسموه Festival of Eggs، مهرجان البيض في فصل الربيع. ليه بقى؟ ليه سموه كده؟ لأن hundreds of eggs are cooked، يتم طهي مئات من البيض in a big pan في إناء كبير for breakfast، وده بيبقى في وجبات الإفطار. And these are given to all people of the town for free، ويعطى لكل الناس المتواجدة في هذه المدينة مجاني. In Australia وفي أستراليا بيبدأ فصل الربيع يتم الاحتفال به في شهر سبتمبر. وفي المدينة اللي هي كانبيرا بيبقى فيه مهرجان يسمى مهرجان الورود الممتد لمدة شهر، فيتم الاحتفال به في فصل الربيع. ممكن تشوف حوالي مليون وردة جميلة جدا في الحدائق الرئيسية للمدينة، وممكن تسمع فيها موسيقى. هي الناس أصلا اللي بتحتفل أصلا بفصل الربيع، الورود ولا الإجز البيض، كل ده ريبريزنت يمثل حياة جديدة ممكن نستمتع بيها بعد انتهاء شهور الشتاء. من خلال التكست اللي احنا قريناه دوا تواجد عندنا، لو لاحظتوا احنا عاملين خط معين اللي هو البلو عندك الازرق، وده بيشتمل على القاعده اللي احنا هنتكلم عنها النهارده اللي هي الباسيف.
يعني اصلا باسيف؟ باسيف مبني للمجهول. طب لماذا سمي اصلا باسيف وايه الغرض منه؟ المبني للمجهول بيبقى موجود عشان الفاعل اصلا السبجكت بتاعه بيبقى مش معروف، او اصلا الباسيف يركز على الفيرب. Spring is celebrated. لو لاحظتوا اصلا الفيرب الاساسي عندي celebrate يعني يحتفل، احنا جبناه في شكل معين وهو الباست بارتيسيبل يعني التصريف الثالث للفعل، سبق بفيرب تو بي وده بيبقى في زمن الجمله. واحنا النهارده عندنا ان شاء الله نتكلم عن تو تنسز زمانين، بريزنت سيمبل والباست سيمبل، واظن دي اتكلمنا عنهم في الوحدات السابقه عن الفورم التكوين بتاعهم، هاو تو ميك كويستشن، هاو تو ميك نيجاتيف، ازاي تعمل نفي وازاي تعمل سؤال. لو بصينا برضو مره ثانيه في الجزء الثاني في الجمله، شم النسيم واز فيرست هيلد، يعني اقيم لاول مره للاحتفال بفصل الربيع من 4000 سنه، اقيم يعني في زمن الباست في الماضي، ولذلك كلمه هيلد هي التصريف الثالث من الفعل هولد. سبقت ايضا بفيرب تو بي في زمن الجمله اللي هو واز، وده بناء على السنجولر والبلورال، لو عندي سنجولر بناخد واز ولو عندنا بلورال بناخد معاها وير. كمان عندنا جمله ثانيه، hundreds of eggs are cooked. يا مستر هتسالني هو انا هعرف اصلا الباسيف ولا اكتف ازاي؟ الجمله اذا كانت باسيف ولا كانت اكتف؟ الجمله بتعرفها باسيف واكتف من ارتباط السبجكت اللي هو الفاعل اللي عندنا بالفيرب الموجود في الجمله عندك. تشوف كده سيادتك، هل السبجكت اللي هو الفاعل الموجود عندي هل يستطيع القيام بالفعل؟ لو كان يقدر يقوم بالفعل يبقى استحاله تكون الجمله باسيف، ولو ما كانش يقدر يعمل الفعل ده اللي عندنا الفيرب بتاعنا استحاله ما يكونش باسيف. Hundreds of eggs are cooked. مئات من البيض بتطبخ، هل البيض بيطبخ نفسه؟ ما يحصلش الكلام ده. اذا اصبح هناك اشخاص يقومون بهذا العمل فاصبح هذا ما يسمى الباسيف. الباسيف الفاعل لا يستطيع القيام بالفعل. عندنا كمان in Australia the start of spring is celebrated، يعني بداية فصل الربيع يحتفل به. هو فصل الربيع بيحتفل بنفسه ولكن يتم الاحتفال به من بعض الأشخاص وخلافه، إذا الفاعل لا يستطيع القيام بالفعل، فهذا ما يسمى الباسيف يعني المبني للمجهول، وده اللي هنتعرف عليه إن شاء الله دلوقتي في الجرامر بتاعنا. لو لاحظنا كمان في التكست اللي احنا قلناه بعض الكلمات اللي عند سيادتك بالريد كلر اللون الأحمر، عندنا كلمة سبيشال، فحد يقول لي يعني خاص او مميز، اقول له طب وات ذا ديفرنس بتوين سبيشال اند برايفت؟ برايفت حاجه خصوصيه للانسان يعني حاجه يمتلكها الشخص، اما كلمه سبيشال فالشيء اللي احنا بنتكلم عنه بيبقى من نوع مميز. عندنا كمان كلمه بيكنيك اللي هي بمعنى نزهه خلويه، ياتي معها الفيرب هاف، فتقول هاف بيكنيكس يعني يقوموا ببعض الجولات او النزهه الخلويه. هاندردز اوف، وحد منكم يسالني سؤال، هي يا مستر الكلمات دي اللي هي 100 و1000 ومليون هي بتتجمع؟ اقول لسيادتك بتتجمع في حاله واحده بس، اذا جاء بعدها حرف الجر اوف، لكن لو جت مباشره يتبعها النون لا تاتي الا على شكل مفرد. عندنا بعض التعبيرات الثانيه الاكسبريشن زي مانث لونج فلاور فيستيفال، يعني مهرجان الورد الممتد لمده شهر. عندنا كمان بعض الفيربس الافعال المرتبطه بحروف الجر زي ليسن، ليسن دايما تاخد حرف الجر تو، اما هير ما بتاخدش حرف الجر تو، والفرق بينهما ليسن تو ينصت الى يعني عن قصد واهتمام، اما هير يسمع بالصدفه. كلمه ريبريزنت يعني يمثل، وريبريزنت يعني ينوب عن، لو سيادتك شلت الار اي في الاول خالص تبقى بريزنت، بريزنت يعني حالي، بريزنت يعني مضارع، اند سو اون. نبص مع بعض كده سريعا على الجرامر ونشوف الاخبار ايه في الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه. الجرامر اللي عندنا present and past simple passive، المبني المجهول ولكن في زمانين two tenses present and past simple، الماضي البسيط المضارع البسيط. طبعا كلنا اكيد عارفين البريزنت سيمبل تكوينه وتكوين الباست سيمبل، لكن بسرعه هنقول ونفكرك ان البريزنت سيمبل المضارع البسيط هو الفيرب بيبقى فين؟ في المصدر without any endings بدون اي اضافات، وده دايما لما يكون السبجكت الفاعل اللي عندي بلورال، لكن لو اصبح الفاعل عندي سينجولار زي الهي الشي الات واي اسم مفرد لازم سيادتك بتضيف للفيرب بتاعك اما اس او اي اس او اي اي اس. They watch television every Friday. She always studies hard. لاحظ عند سيادتك الفيرب هنا اضيف لي اس، ليه؟ لان السبجكت اللي عندي حضرتك سيادتك ده هنا مفرد، عندي هي نفس الكلام بليز فيها اس، لكن لما جينا هنا واستخدمنا
they أصبح الفيرب without any endings بدون إضافات وممنوع البهارات. عايز تستخدم في البريزنت سيمبل المضارع البسيط تعمل نيجاتيف نفي، يبقى هتستخدم don't، هتستخدم doesn't، أيضا followed by infinitive يعني يتبع بالمصدر. وفي هذه الحالة يتساوى كل الضمائر سواء كانت مفرد أو سواء كانت جمع، لأن الفعل أصلا هيرجع لأصل وليس به أي إضافات. لو لاحظتوا حاجات بسيطة جدا تعرضنا ليها في الحلقة دي، حبينا بس نعرفكم إزاي نتعامل مع التكست النص مرة تانية، إزاي نخرج منه الجرامر، وإزاي نخرج منه الاكسبريشن والبروزيشنز. إن شاء الله في الحلقات القادمة هنكمل اللي احنا بدأناه دلوقتي. اوعوا تنسوا مواعيدنا واتبعونا أول بأول. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.